بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ دروس اللغة الإنجليزية من عاصمة الضباب وهي لندن عاصمة بريطانيا. فلنبدأ بسم الله. أول درس يكون حول تحية للناس، كيف تعطى التحية للناس، greeting people. hello، هاي، كيف نقول مرحبا؟ مرحبا يعني لما ترى أو التقاء شخص لأول مرة نقول هلو، أو نقول هاي. هلو هاي. How is it going؟ How is it going؟ كيف تسير الأمور؟ كيف الأحوال؟ كيف تسير الأمور؟ How is it going؟ How is it going؟ How are you؟ كيفك؟ كيف الحال؟ How are you؟ How are you؟ How are you؟ كيف الحال؟ Haven't seen you for ages. لم أراك منذ زمان. ما شفتك من زمان. زمان وأنت غايب. Haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages. Nice to see you. سعيد برؤياك. فرحان شفتك. Nice to see you. Nice to see you. How are things? How are things? كيف الأمور؟ كيف الأمور؟ How are things? How are things? كيف الأحوال؟ كيف الأمور؟ كيف الأمور؟ How is life? كيف الحياة؟ كيف حياتك ماشية؟ How is life? How's life? How's life? How's life? How is life? Nice to meet you. سعيد بلقائك. Nice to meet you. فرحان ألقاك. في الصباح نقول Good morning. صباح الخير. Good morning. والصباح إلى غاية الساعة 12 في النهار. Good morning. Good morning. Good morning. صباح الخير. صباح الخير. Good morning. Good morning. Good morning. بعد الظهر نقول Good afternoon. Good afternoon. مساء الخير. المساء ليس الليل، يعني بعد وقت الضحى، وقت العصر يعني. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. مساء الخير. في الليل. في الليل يعني عادة لما تغادر للنوم. Good night. Good night. Good night. كأنك تقول تصبح على خير، ولكن ليس مترجمة كلمة بكلمة. Good night يعني الليل، تقال في الليل بعد الوداع. Good night. Good night. Good night. كنت تقول have a nice sleep، لكن Good night. Good night. تصبح على خير. See you soon. See you soon. أراك قريب. أراك قريبا. See you soon. See you soon. يعني لما أودع شخص لأراه مرة أخرى. See you soon. See you soon. يعني أراك في أقرب وقت. See you soon. Have a nice time. Have a nice time.
تمتع بوقتك، تمتع تتمنى له الخير يعني. Have a nice time. هذا في الوداع، تقال هذه الجملة في الوداع. Have a nice time. Have a nice time. Have a nice time. استمتع بوقتك. قلنا تقال في الوداع لما أريد أودع شخص. Have a nice time. Have a nice time.